من برنامج من القاهرة. اليوم نناقش مجموعة من الأخبار والموضوعات، وليكن في مقدمتها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتابع بنفسه أولا بأول تطور أعمال المشروعات القائمة على مستوى الجمهورية. آخر الأخبار في هذا الإطار، تفقد الرئيس أعمال التطوير في منطقة هضبة المقطم، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية إقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل جديدة لأكبر عدد ممكن من الشباب. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد أعمال التطوير الشامل لهضبة المقطم. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس شدد على إقامة أنشطة استثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب. بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حوائط داعمة للهضبة حفاظا على أمن المواطنين. أكد سامح شكري وزير الخارجية استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية. جاء ذلك في الكلمة المسجلة التي ألقاها شكري في الاجتماع الوزاري لمؤتمر صوت الجنوب تحت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين. كما أشار الوزير إلى التحديات التي تواجه دول الجنوب جراء الأزمات العالمية المتلاحقة، منها جائحة كورونا وأزمات سلاسل الإمداد والأمن الغذائي المضطرب والتغير المناخي، مؤكدا ضرورة تبني نهج شامل للتعامل مع تلك التحديات والتوصل لحلول فعالة ومشتركة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي القادم 2023-2024. وشددت وزارة التربية والتعليم على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير، سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية. كما ناشدت الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق أكبر مبادرة إطعام في مصر بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام. التحالف أوضح في بيان له أن هذه المبادرة تم التخطيط لها لتنطلق على 3 مستويات، أولها توزيع بطاقات الخير على الأسر المستفيدة لشراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى يبلغ 300 جنيه وبحد أقصى يبلغ 500 جنيه. المحور الثاني توزيع صناديق المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها. وثالث المحاور توزيع الوجبات الساخنة من خلال التحالف بجميع المحافظات. يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بأهمية تكاتف الجهود المجتمعية لدعم الشرائح الأولى بالرعاية في مواجهة الأزمة العالمية وآثارها.
تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري. وأعرب عدد من المواطنين عن تقديرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية على تلك المبادرة ودورها في توفير السلع الغذائية وغيرها لهم بأسعار مخفضة. نتابع تفاصيل في هذا التقرير. من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل الوزارة فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% حتى نهاية الشهر الجاري. الأسعار بكرة بتخلينا ندور على المبادرة، نشتري من المبادرة. احنا نتمنى الأسعار تبقى في كل حتة أسعار واحدة، وهو رئيس عايز كده أساسا. وزارة الداخلية قايمة بمجهود كبير يعني جبار، يعني دي حاجات يعني خارج اختصاصها، لكن هي بتحاول انها تقف ضد الناس اللي بتلعبوا في السوق بالاسعار. لا دي حاجه كويسه جدا، واحنا بنشجعهم على حاجه زي كده لان احنا المستفيدين في حاجه زي كده. كل السلع متوفره، زيت وسكر ورز وكل حاجه، واسعار كويسه جدا. اتمنى تكون موجوده في كل حته مش بس في السوبر ماركت. رئيس ربنا يبارك له، عامل كل حاجه حلوه وكل حاجه موجوده، مفيش حاجه ناقصه. تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية من خلال 1056 فرعا لها على مستوى الجمهورية، تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها، حيث يقبل المواطنون على الشراء مستفيدين من تخفيضات المبادرة لتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. عندنا كل السلع الأساسية بكميات كبيرة ومتوفره كلها، كل الكميات من الشاي والرز والسكر والمكرونه بتخفيضات كبيره جدا. طبعا مبادره زي ديت بتبين ان قد ايه الرئيس بيحس بينا، وقد ايه ان هو واقف مع الشعب بتاعه، وقد ايه ان هو بيحس بالمواطن وبيوفر له على قدر الامكان على قدر المستطاع المنتجات الاستراتيجيه زي الزيت والسكر والرز. بنشكر السيد الرئيس ووزاره الداخليه ان هي بتشرف على المبادره دي. واحنا بنشكر السيد الرئيس على الاسعار الجميله اللي هو مقدمها لنا، ومصر بخير الحمد لله. إلى جانب السلاسل التجارية، أقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار التجار عددا من الشوادر بالميادين الرئيسية لعرض السلع المتنوعة في إطار المبادرة بالتخفيضات المعلن عنها. وتشارك منظومة أمان في مبادرة كلنا واحد بتخفيضات كبيرة على السلع المعروضة في منافذها الثابتة والمتحركة، والتي يصل عددها إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهاية. منظومة أمان تقوم بطرح كميات إضافية من السلع عبر منافذها المتحركة المنتشرة بالشوارع والميادين بتخفيضات كبيرة أشاد بها المواطنون على مستوى الجمهورية. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة. حاجة دي إنجاز عظيم للرئيس، يعني حسب الرز المدعم ب 13 جنيه في مبادرة الرئيس، ربنا يخليك لنا يا ريس. يعني الرز ده بره ب 20 جنيه و 18 جنيه، كل يعني الداخلية تساهم وتنزله 13 جنيه، حاجة يعني في رز ب 13 جنيه كلنا واحد، مبادرة كلنا واحد. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يعينه معانا، وشكرا لدعمك معانا واللي انت حاسس بينا، وربنا يخليك لمصر. تستمر مبادرة كلنا واحد في أداء دورها الاجتماعي في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. والآن مشاهدينا الكرام، نتحول بكم على الهواء مباشرة إلى نيويورك وهذه الجلسة لمجلس الأمن عن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. تراب الانسحاب. جميع الأراضي التي فقدت في 2022 لم تنتج عن انسحاب تكتيكي بل عن هزيمة عسكرية واضحة، ولكن الكرملين لم يغير أهدافه.
لقد توقف الكرملين لأنه اضطر لذلك. لذلك من المهم أن نستمر في دعم أوكرانيا وأن نقدم الدعم الإنساني والمالي والعسكري والسياسي. الأبطال الأوكرانيون يدافعون عن الحرية ويستحقون الأسلحة المتطورة لمقاومة المعتدي، ويتجلى ذلك على ضوء الواقع على الأرض. منذ شهور نرى حربا مستعرة وحرب الكر والفر سوليدار تم قصفها لمدة أشهر، سويت بالأرض، الآن تشابه ماريوبول، علينا ألا ننسى، وهي تعكس جنونا مطلقا. يتحدث الصحفيون عن مجموعة فاغنر التي تستمر في التدمير بلا هوادة. سيدي الرئيس، هذا نمط شاهدناه من روسيا، كل مرة تتعثر فيها روسيا في أرض المعركة تتوجه إلى استهداف البنية التحتية المدنية، خاصة شبكة توزيع الكهرباء، وهذه جريمة حرب، وتتمكن روسيا من القيام بذلك بفصل استخدامها واسع النطاق للطائرات المسيرة إيرانية الصنع، والتي تستخدم في انتهاك لقرار مجلس الأمن 2231، ونحن بانتظار توضيح ملابسات هذه المسألة من الأمانة. لقد حاولت أن تجبر أوكرانيا على التركيع وفشلت. الأوكرانيون قد يكونوا بلا كهرباء وبلا تدفئة وبلا مياه، ولكن الأوكرانيون لديهم قلب ينبض للدفاع عن حريتهم، علينا ألا ننسى. في وقت ما المسؤولون عن هذه الجرائم سيخضعون للمساءلة. سيدي الرئيس، على غرار جميع الحروب في التاريخ، هذه الحرب كذلك ستنتهي يوما ما، ما كان ينبغي أن تبدأ أصلا، ولكن سيحين أوان انتهائها. النداءات غير الواقعية للمحادثات مع تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين وضم الأراضي لن يؤدي إلى شيء. الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين الأوكرانيين، عمليات القتل والاغتصاب والتدمير والتضحيات والجنون الإمبريالي، كل ذلك لم يكسر عزيمة الأوكرانيين، وكلنا نعلم ذلك. لقد عززت من عزم الأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم أمام أي معتدي، وحتى تتحقق أو تكلل الجهود الدبلوماسية بالنجاح ينبغي لروسيا أولا أن تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية المعترف بها دوليا. وشكرا، شكرا لألبانيا، والكلمة للولايات المتحدة الأمريكية. شكرا سيدي الرئيس. وكيلة الأمين العام دي كارلو، شكرا على إحاطتك. نائب وزير الخارجية الأوكراني، شكرا على الانضمام إلينا اليوم. في الأول من يناير عندما كنا نحتفل بالسنة الجديدة، تعرض شعب أوكرانيا لقصف روسي دام لثلاثة أيام. هذه الهجمات كانت وحشية وهمجية، ودمرت نظم تقدم التدفئة والضوء للسكان الأوكرانيين خلال فصل الشتاء المظلم. هذه ليست تصرفات لدولة مستعدة لوقف الحرب. هذا العام بتعاوني مع زملائنا الجدد في المجلس يقدم لنا فرصة للتفكير فيما حدث في العام الماضي، فلنبدأ بالتذكير بولاية هذه الهيئة. مجلس الأمن هو الهيئة الأساسية المسؤولة عن صون السلم والأمن الدوليين، هذا واجب هام وجاد. ميثاق الأمم المتحدة والسلام الذي يسعى الميثاق إلى تحقيقه يقع في أيدينا. في يناير الماضي خشينا أن هذا السلام يتعرض للخطر. قبل 12 شهرا حضرت الولايات المتحدة للمرة الأولى بأن روسيا قد تكون تخطط لغزو واسع نطاق لأوكرانيا، وعندما حشدت روسيا الجنود على الحدود الأوكرانية بما في ذلك في بيلاروس، قمنا بدق ناقوس الخطر وسعينا إلى المسارات الدبلوماسية المختلفة لمنع الحرب. وفي يناير 2022 عقدنا اجتماعات طارئة بما في ذلك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس الناتو وروسيا، وفي خلال الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، وكان الهدف أن يتم تجاوز الخلافات بين جميع الأطراف من خلال الدبلوماسية والحوار، ولكن روسيا اختارت مسارا مختلفا. الرئيس بوتين اختار
أن يضرب قلب ميثاق الأمم المتحدة اختار الحرب في نفس اللحظة التي كنا نعمل فيها هنا في هذه القاعة للحفاظ على السلام. واليوم كلنا نشعر بالتدعيات المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب التي لا طائل منها. على سبيل المثال حرب روسيا على أوكرانيا قد فاقمت بشكل كبير أزمة الغذاء العالمية. برنامج الأغذية العالمي يقدر أن أكثر من 345 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد. هذا يعني أنهم يواجهون خطر الموت جوعا. 345 مليون شخص أي ضعف العدد في 2019. هجمات روسيا وعرقلت بعض الموانئ الأوكرانية قد خفضت من صادرات الأوكرانية بنسبة 30% بفضل الأمين العام وكييف. تم التوصل إلى مبادرة البحر الأسود بشأن الحبوب التي لعبت دورا مهما لإطعام الجوعى. ولكن الحقيقة هي كالتالي: العمليات لا تواكب الطلب على هذه المبادرة، وذلك لأن روسيا قد أبطأت التفتيش. عشرات السفن تنتظر أن تبحر وعشرات أخرى تنتظر التفتيش قبل إيصال الحبوب للعالم، وهذا يزيد من التكلفة، يزيد من التأخر، تأخير نقر الحبوب، ومعظم هذه الحبوب متجهة إلى الدول النامية. هذا يعني أن 2.6 مليون طن من الحبوب لا تغادر الموانئ. بعض السفن تنتظر منذ أكثر من شهر. السفن تسير بنصف السرعة التي كنا نشهدها في سبتمبر وأكتوبر. هذه المبادرة يبغي أن تتم كما كان من المخطط لها أن تتم، أن تنقل ملايين الأطنان كل شهر. فالجوع في جميع العالم يستحقون ذلك. واليوم أطلب من أعضاء المجلس أن ينضموا إلينا في حث روسيا أن تعجل من التعاون في هذا المضمار وفورا، إذ نعمل على احتواء تداعيات حرب روسيا. علينا كذلك أن نركز على الأهوال التي تقع في أوكرانيا على الأرض. في الأسبوع الماضي مجلة نيويورك تايمز قد فصلت الأهوال التي وصفها مكتب المدعي العام والمرتبطة بالعنف الجنسي ضد الأطفال والنساء والرجال من قبل قوات روسيا. حثوا الجميع حول هذه الطاولة على الاستماع، أو على بالأحرى قراءة هذه المقالة. التفاصيل مروعة ولا أستطيع أن أرددها اليوم. طبعا لا ينبغي أن نعول فقط على جريدة نيويورك تايمز. فاللجنة التحقيق المستقلة للأمم المتحدة قد وثقت حالات من العنف الجنسي والتعذيب. في يناير الماضي حذرنا مجلس الأمن أن روسيا تستعد لغزو واسع النطاق لأوكرانيا، وحذرنا كذلك مؤخرا أن إيران وكوريا الشمالية يخططون لنقل مواد محظورة لروسيا، وقد تم ذلك. منذ أغسطس نقلت إيران المئات من الطائرات المسيرة لرونيا في انتهاك لقرار مجلس الأمن 2231. روسيا تستخدم هذه الطائرات المسيرة الإيرانية لضرب وإصابة البنية التحتية الأوكرانية ولحرمان ملايين المدنيين الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة والخدمات الأساسية في خضم شهر الشتاء. الأوكرانيون الآن يعانون ويموتون نتيجة لدعم إيران لروسيا. نحن نعتقد أن إيران تنظر الآن في بيع مئات الصواريخ الباليستية لروسيا، وكذلك في انتهاك لقرار مجلس الأمن. نحث إيران على عكس هذا المسار وألا تتخذ هذه الخطوات، ونحث الجميع، نحث كل من يدعم السلام أن يطلب من إيران أن تمتنع عن هذه الأفعال. في تلك الأثناء جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قالت أنها لن تدعم حرب روسيا على أوكرانيا، ولكن منذ ذلك الحين قاموا بتزويد أسلحة لمجموعة فاغنر، وذلك في انتهاك لقرارات مجلس الأمن. في الشهر الماضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قامت بتزويد روسيا بالصواريخ لتستخدمها مجموعة فاغنر التي تدعم روسيا، وذلك في انتهاك لمنظومة الجزاءات الأممية.
ونشروا بالقلق أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تخطط لتزويد مجموعة فاغنر بتجهيزات عسكرية أخرى. نندد بهذه الأفعال ونحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن توقف إيصال هذه الأسلحة وأن تمتثل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ومرة أخرى نحث الجميع إلى الانضمام لنا في هذه الدعوة. سيدي الرئيس، إذ نبدأ هذا العام الجديد سئم العالم من هذه الحرب، شعب أوكرانيا والذي عانى الأمرين يطوق إلى الحياة العادية. حان الوقت لجميع الدول أن تتحد وأن تطالب روسيا بإنهاء هذه الحرب التي لا طائل منها. علينا أن نتحد لندافع عن ميثاق الأمم المتحدة وعن مبادئه الأساسية. ينبغي أن نتحد لتحقيق سلام عادل ودائم يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة. فلنبذل قصارى الجهود لاحتواء التداعيات غير المباشرة لتصرفات روسيا. علينا أن نساعد من يعانون في أوكرانيا وفي خارج أوكرانيا، وعلينا أن نخضع للمساءلة كل من ينتهك القانون الدولي وكل من يدعم هذه الحرب غير الأخلاقية وغير القانونية. وشكرا. أشكر سعادة ممثلة. هكذا مشاهدينا تابعنا معا على الهواء مباشرة جانبا من جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، والتي كما تابعنا ركزت في مجملها على التطورات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث أجمل المتحدثون في كلمتهم وكما تابعنا من ألبانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية إدانات غربية من مجلس الأمن ومن المجتمعين لآخر التطورات الخاصة بهذه الحرب. أجملوا قائلين إن مدينة سوليدار الأوكرانية تتعرض لأزمات عديدة بدءا من ضرب البنية التحتية، مشبهين ما يحدث فيها بما حدث من قبل في ماريوبول وغيرها من المدن الأوكرانية على مدى عام كامل من القتال. متحدثين أيضا عن أزمة الغذاء العالمية التي تأثرت بشدة بسبب هذه الحرب المستعرة، وبما وصفوه بجريمة حرب ترتكب في أوكرانيا من حيث فظائع ضد المدنيين ومن حيث تدمير بنية تحتية، وما تحدثوا عن طائرات مسيرة إيرانية تقدم لروسيا للمشاركة في المعارك. أيضا تحدثوا عن دعوة أممية خاصة من دول مجلس الأمن بضرورة التعجيل بإنهاء هذه الحرب التي قاربت على عام كامل، والتي أثرت في مجملها على نحو 350 مليون شخص على مستوى العالم يعانون الجوع. وقفتنا الحوارية في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة ستركز على موضوع التقارب المصري السعودي والعلاقات التاريخية بين البلدين على مدى نحو قرن من الزمن، تجسدت في الفترات الأخيرة بهذه اللقاءات المكثفة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في مصر أو في المملكة العربية السعودية. أبعاد هذا التقارب السعودي المصري نناقشه من خلال هذا التقرير التالي، وبعده نبدأ الحوار مع ضيف هذه الحلقة من برنامج من القاهرة. ابقوا معنا. اتفقت مصر والسعودية على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف اتجاه الأزمات الدولية الراهنة لضمان تحقيق المصالح المشتركة لدولتين وسائر الدول العربية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة السعودية الرياض. وبشكل ثنائي التقى وزير الخارجية بناظرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان قبيل بدء اجتماع لجنة التشاور السياسية، وعقب ذلك جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدي البلدين تم خلالها تناول كافة الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المدرجة على جدول الأعمال. المشاورات شهدت حوارا مستفيضا وشاملا حول تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة، وكذلك التطورات في العراق وسوريا ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية، حيث تلاقت مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والمساندة لكل طرف تجاه التحديات التي يواجهها. لافتا إلى أن المشاورات تناولت تبادل الرؤى والتقييم حول التطورات الدولية الجارية،
وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات في الإقليم، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفي المنطقة، وذلك على ضوء مكانتهما المحورية ومسؤوليتهما تجاه أمنها واستقرارها.